من قناة صلاح الدين الفضائية، هذه نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. بتوجيه من الدكتور أحمد عبد الله عبد محافظ صلاح الدين، أقام أهالي منطقة الحجاج شمالي تكريت مجلس عزاء لشهداء قرية الزرة في قضاء الشرقاط والذين سقطوا إثر اعتداء إرهابي في أول أيام عيد الأضحى المبارك. واستنكر الحضور هذا العمل الجبان الذي استهدف أبناء القرية والذي حول فرحتهم بالعيد إلى أحزان ومجالس عزاء، مما يدل على الروح الإجرامية التي تتغذى عليها العصابات الإجرامية وكرها لكل أشكال الحياة الجميلة التي أنعم بها الله تعالى على عباده.